هو مين الحكومة ومين الشعب؟ يعني الموظف اللي قاعد في الشهر العقاري ده حكومة ولا شعب؟ والله بجد حلو. حكومة وشعب. لا يعني هو حكومة. يعني أنا دلوقتي الموظف اللي هو في شهر عقاري الدقي ولا شهر، كلهم ناس محترمين طبعا، الموظف ده حكومة ولا شعب؟ الموظف ده جزء من الشعب، واللي في الكهرباء من الشعب، واللي في الحي من الشعب. ما هو مش ممكن يعني هما الاتنين لازم يشتغلوا مع بعض. مش هينفع بس يبقى في حكومة مركزية أو محافظ أو وزير والناس ما بتشتغلش. ايوه، ما هو الموظف بتقول عليه حكومه ولا شعب، ما هو ممثل الحكومه، هو اللي بايده يمضي الورقه دي او يعطلها. لو انت هتخدتها بقى من منطق انه من الشعب وثقافه الشعب عليها انها تتغير، هو ده. انه يبقى في بقى روح القانون ومش التعطيل والرحرحه اللي احنا فيها وما عندناش رفاهيه الوقت. واذا كنت عايز حالنا يتحسن للافضل يبقى تكون عجله في الترس، مش تبقى معطل. بس انا اقول لك حاجه برضو، مش ممكن البلد هتتقدم من غير الموظف ده. طبعا لازم طبعا يتغير طبعا. لازم يحس انه انت لما عطلتني انت وقفت حال البلد بحالها. هتقول لي بقى انت جاي تعمل توكيل في الشهر العقاري، يبقى ده وقف حال البلد بحالها. ما هو التوكيل ده بيأسس الشركه، والشركه بتوظف ناس، ولما توظف ناس هيجي لك بتنتج، ولما بتنتج علي. بتصدر، ولما بتصدر بتجيب دولار. هي عجله ماشيه مع بعضها. وبعدين في حاجه كمان، الرقابه الاداريه الرئيس اناط بيها مراقبه الأداء الحكومي، مش بس في ضبط الجريمة لكن أيضا في سرعة إتمام الخدمة ولا لا. أنا بدعو حضراتكم جميعا، أي شخص لديه أي شكوى متعلقة بالأداء الحكومي، ده تكليف رئاسي، الرقابة الإدارية منوط بها مراجعة كافة الموظفين، مش بس أنه خالف القانون، في أدائه كان صحيح ولا لا، كان برتم سريع ولا لا. وأرجو أن حضراتكم لا تترددوا في إبلاغ الرقابة الإدارية في أي شيء، وده لصالح بلدنا، لأنه لو ما عملناش كده هنبقى احنا كمان جزء من هذه السلبية.